هل يجوز للفتاة أيضا أن ترفض الزواج جملة وتفصيلا لأنها لا تجد من نفسها القدرة للقيام بمسؤوليات الزواج وتحمل أعبائه، وهل تأثم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. ليس لها رفض الزواج، بل عليها أن تحسن الظن بالله عز وجل وأن تستعين بالله، والزواج فيه مصالح وفيه خيرات كثيرة، فعليها أن تعزم ولا تتردد وتقدم على الزواج، وسيكون فيه الخير إن شاء الله.